أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس تفسير سورة التوبة. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية افتتحت برداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة، ولم يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينادى في القرآن إلا بوصف النبوة أو الرسالة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا جميعا لعظم منزلته وجليل مقامه عند ربه. وأما الأنبياء الآخرون فإن الله جل جلاله يناديهم بأسمائهم: يا نوح، يا إبراهيم، يا آدم، إلى آخره. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أمره بأن يجاهد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار كما قال العلماء يكون بالسنان ويكون بالحجة والبرهان. فجهادهم بالسنان بأن يستعد المسلمون ويعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ثم يقاتلونهم. والمقصود بالجهاد هنا جهاد الطلب، أن يجاهدوهم جهاد الطلب، فيتطلبوهم في بلادهم ومواقعهم ويغزوهم من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل، ويحولوا أو يزيلوا كل من يحول بين هذا الدين وبين أن يصل إلى الناس. والجهاد الثاني للمشركين جهاد الدعوة والبيان والبرهان والحجة والمناظرة والمحاورة، وهذا أيضا جهاد عظيم لا ينقطع. الجهاد الأول جهاد السنان قد يعتريه ما يوقفه، أو تأتي بعض الأسباب التي تجعله معطلا فترة من الفترات لأناس أو لأمة من الأمم. أما جهاد الحجة فهو باقي ودائم ومستمر. وجهاد المنافقين أيضا يكون بالسيف والسنان ويكون أيضا بالحجة والبرهان، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن جهاد المنافقين باللسان أكثر من جهادهم بالسنان، وجهاد الكفار بالسنان أكثر من جهادهم بالحجة والبرهان. قال الله عز وجل: واغلظ عليهم، أي إذا قاتلت واحدا من هؤلاء وجاهدته فاغلظ عليه، يعني ليرى منك قوة في جهادك إياه، لأن هذه القوة تكون سببا لإرهابه ولإلقاء الرعب في قلبه ومن وراءه، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أي هناك قوم آخرون يسمعون بما نال نظراءهم من الكفار والمنافقين فيخافون ويرهبون، ويكون ذلك بإذن الله سبباً لحقن الدماء وسبباً لسرعة استجابة هؤلاء وضعفهم أمام المؤمنين. فالقوة مطلوبة هنا. وقد جاء أيضاً في آخر هذه السورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لماذا يجدوا فيكم غلظة؟ يعني إذا قاتلتم فأحسنوا القتال وكونوا أقوياء على أعدائكم حتى يرهبوكم ويخافوا من بطشكم ولا يستهينوا بلقائكم ويصيبهم الرعب بسبب علمهم أنكم ستقاتلونهم. قال: ومأواهم جهنم. إذن هذا الجهاد هو قتال بأيدي المؤمنين وعذاب معجل عليهم، ولهم من وراء ذلك عذاب مدخر في الآخرة وهو جهنم وبئس المصير. يقول الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يذكر الله عز وجل شيئا مما وقع لهؤلاء المنافقين، وهو أنهم يحلفون بالله ما قالوا. يحلفون بالله لك يا محمد ما قالوا كلمة نقلت لك عنهم. وذلك أن عبد الله بن أبي روي أنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم لما استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه المقالة كذب ذلك وأنكره وحلف بالله أنه ما قال شيئا من ذلك. وقيل إن القائل غيره، وعلى أي حال فالمقصود أنهم قالوا مقالة يدانون بها، فلما وجهوا بها أنكروا ذلك كله وكذبوا، وهذا هو ديدنهم. قال الله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بشيء أرادوا أن يفعلوه ولكنهم لم يتمكنوا منه. قال العلماء: كان ذلك في هم عبد الله بن أمي ابن أبي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في الجلاس ابن سويد قال كلمة فنقلها ابن امرأته، ما أدري هو زيد بن أرقم أو غيره، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كاشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر، ثم هم الجلاس بقتل ابن امرأته. فالمقصود أن قوله وهموا بما لم ينالوا وردت في قوم من المنافقين هموا بأمر سوء، لكن الله عز وجل قد حال بينهم وبين ما أرادوا من السوء بالمؤمنين. ثم قال الله كاشفا عن خبث نفوسهم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كثير مما هم فيه من الغنى والخير إنما جاءهم بسبب هذا الدين، ومع ذلك نقمتهم على الدين وعلى أهله. ونحن اليوم يا إخواني في بلادنا نرى ذلك عيانا. هذا الخير الذي نحن فيه ما رآه أجدادنا ولا أجدادهم من قرون طويلة. وهذه الجزيرة معروفة بأنها جزيرة موحشة وقاحلة وصحراء غير منبتة، لا نهر ولا زرع ولا ضرع يذكر، والناس يعيشون فيها من قديم الزمان على جهد ومشقة، وهذا معروف. وجاء الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، استقام الناس عليها وانتفعوا بها واستفادوا منها ونالوا من خيرها، ثم رزقهم الله رزقا واسعا من فضله وآتاهم من رحمته ما لم يؤت أحدا قبلهم في هذه الأرض، وكان ذلك من فضل الله وحده. والآن يأتي من يأتي ليقول يجب علينا أن نقضي على هذه الدعوة وأنها دعوة متشددة وأنها إسلام متزمت، وهي ما دعت إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما دعت إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى فرقة معينة داخل الأمة الإسلامية ولا غير ذلك. هذا الشيخ العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يعرف قبره ولا يذكر يعني شيء من ما يعني ما حصل أو أثل. رجل دعا إلى الله فيما نعلم ونحسب على بصيرة واستقام على ذلك واجتهد في هذا الأمر أشد الاجتهاد حتى مكن الله لدعوته القائمة على الدعوة إلى الكتاب والسنة، ثم أورثنا الله عز وجل من بعده ائتلافا واجتماعا. كانت جزيرة العرب يا إخواني فيها دويلات كثيرة، والقوي يأكل الضعيف، والشرك ظاهر، والبدعة مستشرية، والناس في جهل من دينهم، لا يعرفون هذا الدين كما نعرفه الآن. فنحن بفضل الله عز وجل نتفيأ ظلال تلك الدعوة المباركة، واليوم تسن السكاكين وتحد السهام ليجهز على هذه الدعوة وعلى ما جاء الله به من الخير بسببها. قال: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. يعني إن تابوا فهذا والله خير لهم، سيحصلون به فضل الدنيا وفضل الآخرة، وإن يتولوا ويعرضوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أما عذاب الدنيا فهو بسبب ما يصيبهم من الغيظ والنكد على انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه وانتصار دولته، وما يصيبهم أيضا من الهم على ألفة المؤمنين، وأيضا عذاب الدنيا بسبب ما يصيبهم هم فيما بينهم من الفرقة وما ينزل عليهم من العذاب بأيدي المؤمنين أو من الله وحده. والآخرة، عذاب الآخرة معروف بالنسبة لهم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، أي ليس لهم أحد يتولاهم أو ينصرهم إذا نزل بهم عذاب الله. ثم ذكر الله صنفا منهم: كاشفا أسرارهم، هاتكا أستارهم، فقال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا صنف من المنافقين، عاهدوا الله، قطعوا على أنفسهم عهودا ونذروا نذورا أن لو وسع الله عليهم في الرزق لا يصدقون ولا يكونون من الصالحين. فلما آتاهم الله عز وجل من فضله بخلوا بالمال الذي آتاهم الله إياه من فضله وتولوا عن دين الله وعن الاستجابة لأمر الله وهم معرضون، نسوا ما قطعوه على أنفسهم من الأيمان والنذور وما ذكروه من العهود. وهذه طبيعة في ابن آدم، أنه ينكث الوعد ما لم يكن عنده إيمان يردعه عن نكث الوعد. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن هذه الآية أو الآيات نزلت في حاطب ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، جاء إلى رسول الله فسأله أن يدعو الله له بالرزق الكثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير يعني لا تؤدي شكره، أو كما قال. فألح على رسول الله فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثر ماله حتى ارتحل عن المدينة وصار لا يحضر إلا الجمعة، بدل أن كان يحضر الجمعة والجماعة، ثم صار حتى الجمعة لا يحضرها. ثم لما وصل إليه الساعي الطالب للزكاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا أو ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية، وبخل بها. ثم إنه جاء بها بعد ذلك إلى رسول الله فردها رسول الله ولم يقبلها، ولم يقبلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنزل الله فيه هذه الآية. وهذه القصة ضعيفة الإسناد، ولذلك لا ينبغي لنا أن نذكرها، لأن فيها إغضاء
وتنقيصا من قدر صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عندما نعلم أن سندها ضعيف. ولذلك شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله لما ذكر في مقدمة التفسير أو مقدمة أصول التفسير قال: القرآن ينزل على وجهين، وجه له سبب، وهذا منه قوله تعالى ومنه قوله تعالى، ووجه بلا سبب، يعني ينزل من غير أن يكون هناك سبب من حادثة أو سؤال، وهذا أكثر القرآن. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فأراد الشيخ أن يجعل هذا المثال محققا لهدفين: الهدف الأول مثال على القاعدة، والثاني أن يرد به على من قال إن هذه القصة نزلت أو إن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآيات، فبين الشيخ ضعف هذه القصة وأنه لا يحتج بها، وهي كما قال ابن حزم ضعيفة سندا ومنكرة لفظا، فهي منكرة في متنها وضعيفة في إسنادها. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا، يعني جزاهم على ما فعلوا أن غرس في قلوبهم النفاق. ولذلك يقول العلماء: ليحذر المسلم أن ينذر نذرا ثم لا يفي به. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر النذر كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يقول: ربي إن أعطاني كذا أو شفاني أو حقق لي كذا له علي أن أفعل وأفعل، أصوم من كل شهر 10 أيام، أعتمر في كل شهر مرة، أصوم شهرين متتابعين. لا يا أخي، افعل هذه الطاعة عن طواعية ومحبة لله واستجابة لأمره، دون أن تقيد نفسك بالأغلال والآصار التي تفعلها. هذه لا يستخرج، أو النذر لا يستخرج به إلا من البخيل الذي لا تبذل نفسه الخير طواعية فهو ينذر. طيب، ما يدريك يا أخي، قد لا تستطيع أن توفي بنذرك فيعقبك الله في قلبك نفاقا بسبب أنك نذرت نذرا وعاهدت الله عهدا فلم تفي به، ويكون حالك حال من نزلت فيهم هذه الآية. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهذا يدلنا على أن أساس النفاق في القلب، إلى يوم يلقونه، يعني سيستمر معهم إلى أن يموتوا فيلقوا الله، بما أخلفوا الله ما وعدوه، أي كان هذا النفاق في قلوبهم بسبب ما أخلفوا الله ما وعدوه، بسبب الذي أخلفوا الله ما وعدوه، أو بسبب إخلافهم، فتكون ما مصدرية أو موصولة، وبما كانوا يكذبون، أي وبسبب كذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، يعلم ما يظهرونه وما يخفونه، وأن الله علام الغيوب، لا تخفى عليه كلماتهم وعهودهم التي قطعوها على أنفسهم. ولاحظوا كيف أنه سوى في علم الله بين السر والنجوى. لماذا؟ لأن السر والنجوى في علم العباد مختلفتان، يعني أنت قد تعلم ما يتناجى به اثنان أو تعلم شيئا منه، لكنك لا تعلم ما يسرون. أما الله فعلمه بالسر وعلمه بالنجوى وعلمه بالعلانية سواء. ولذلك يأتي في القرآن كثيرا: ويعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول العلماء: إذا كان يعلم ما نكتم فلماذا ذكر أنه يعلم ما نبدي؟ قيل في الجواب على ذلك: ليبين لك الله أن علمه بما تبدي وعلمه بما تكتم كله سواء، يختلفان في حق البشر، أما في حق الله علام الغيوب فإنهما سواء جل الله وتعالى الله. وأن الله علام الغيوب، كل غيب مهما دق ومهما خفي ومهما كثر
فالله يعلم. ثم ذكر أيضا صنفا من المنافقين ووصفهم بوصف قبيح، فقال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، أي هؤلاء سخر الله منهم. من هم؟ هم أولئك القوم من المنافقين الذين لا يتركون أحدا من أهل الإيمان إلا لمزوه، يلمزونه بألسنتهم، يعيبونه ويطعنون فيه. فإذا جاء مؤمن بصدقة كثيرة قالوا مراء، وإذا جاء مؤمن بصاع أو مد من شعير أو بر قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. لا هؤلاء سلموا منهم ولا هؤلاء سلموا منهم والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول: الذين يلمزون المتطوعين، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، من تطوعوا وبذلوا الكثير من المال، والذين ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، لا يجدون إلا القليل من المال، فيسخرون منهم ويقولون إن الله غني عن صدقة فلان. قال الله: سخر الله منهم، أي هؤلاء اللامزين سخر الله منهم. سيأتي يوم تكون السخرية فيه على رؤوس الأشهاد، نعوذ بالله من الفضيحة. قال العلماء: هذا يدل على أن المسلم ينبغي له إذا عمل عملا ألا يرقب الناس، فلا يعمل لأجل الناس ولا يترك العمل لأجل الناس، بل ولا ينبغي له أن يرد أحدا عن عمل صالح لأجل الناس. أحيانا أنت أيها المربي أو الأخ يأتيك إنسان ويقول: أريد أن أعمل كذا وكذا من الخير، فتقول له: أخشى عليك من الرياء. لا، هذا لا يليق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى أحدا من أصحابه عن عمل صالح بحجة خشية الوقوع في الرياء، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالعمل الصالح ويحث عليه ويأمر بالإخلاص فيه. فإذا قال لك واحد: أريد أخطب في الناس ولا ألقي كلمة، لا تقول له: أنا أخشى عليك من الرياء، لا تفعل ذلك. تقول له: افعل وتذكر الإخلاص وأخلص عملك، استعن على قضاء حاجتك وعلى قبول عملك بأعظم شرط يقبل الله به العمل وهو الإخلاص. اذكر ربك واجعل هذا العمل خالصا لوجهه، ذكره بالإخلاص. انظر هؤلاء المنافقين ماذا كانوا يقولون للمتطوع من المؤمنين: ما حمله على ما حمله إلا طلب الجاه والمنزلة ورؤية أعين الناس، يريد بذلك أن يمدحه الناس، فلا تكن مثل هؤلاء المنافقين. قال الله عز وجل: فيسخرون منهم. قال العلماء: عبر بفعل المضارع للدلالة على أنهم دائما هذا ديدنهم السخرية، قوم ما عندهم مبدأ ولا عندهم دين ولا عندهم شيء يدعون الناس إليه، فليس لهم من هم إلا النظر في أفعال الناس والسخرية منهم والاستهزاء بهم ولمزهم وهمزهم والتقليل من أفعالهم، وليس عندهم شيء يقدمونه. قال الله عز وجل: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا والعياذ بالله وعيد شديد في حقهم، يعني: يا محمد، إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهؤلاء ولو بلغ استغفارك 70 مرة. فأنزل الله في سورة المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والذي يظهر لي والله أعلم أن معنى الآية أنك مهما استغفرت فلن يغفر الله لهم، لكن لما ذكر الله 70 ورسولنا صلى الله عليه وسلم رحيم أراد أن يتشبث بهذه الحجة لعل الله أن يجعل فوق 70 فرجا ومخرجا لأناس من أمته، فقال:
إني أرى ربي أو أسمع ربي قد رخص لي فيهم، فوالله لأستغفرن لهم أكثر من 70 مرة. والعلم في ذلك عند الله، وإلا فالمعنى من الآية ظاهر ويؤكده ما جاء في سورة المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. طيب لماذا؟ قال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، أي سبب عدم قبول الاستغفار لهم لأنهم كفروا، والكافر لا يقبل منه لا يقبل الاستغفار له. وستبين لنا الآيات فيما يأتي من السورة أن هذا في حق المنافقين، وقد جاء في حق المشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم فسقوا، أي خرجوا عن الطاعة وعن الإيمان باختيارهم، ولذلك عاقبهم الله بأنه لا يهديهم، يرديهم من ظلمة إلى ظلمة ومن حفرة إلى حفرة، جزاء وفاقا. جزاء السيئة أن يكون هناك سيئة أخرى يقع فيها الإنسان، وجزاء الحسنة أن يكون هناك حسنة يمكن منها الإنسان، وهذا فضل الله عز وجل. قال: فرح المخلفون بمقعدهم. هذه فضيحة أخرى لهم. ماذا حصل لهم من الفرح في قلوبهم عندما تخلفوا عن رسول الله؟ إذن تلك الأعذار التي كانوا يقولونها لك كلها كذب، تلك المعاذير التي كانوا يختلقونها ليست صحيحة، بل كانوا عندما قعدوا عن اللحاق بك والجهاد معك كانوا في غاية الفرح وكانوا في غاية السرور. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا، يعني مقابل هذا الفرح أيضا كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله، فهم يرون أن ذهاب الإنسان بنفسه أو بنفسه وماله خسارة فادحة، لا ليس من ورائها أي فائدة. ما السبب؟ لأنهم يعيشون للدنيا، فأي شيء يذهب من دنياهم ومن لذائذهم ومتعهم الزائلة يرون أنه خسارة. أما المؤمن فهو يرى أن كل شيء يقدمه لله مكسب، ويرى أنه خير وأنه سينال عند الله عز وجل أضعافه بشيء لا يقادر قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل بناقة مخطومة، أي عليها خطامها: إن لك بها عند الله 700 ناقة مخطومة. شوفوا يا أخواني كيف يخلف الله ويعطي العبد في الدنيا أو في الآخرة الأضعاف الكثيرة. قال: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ما ينظرون إلا إلى مظاهر الأشياء والتعب القريب، لا تنفروا في الحر. قال الله: قل لهم يا محمد: نار جهنم أشد حرا، أين عقولكم؟ لكنكم لا تعقلون. ولذلك قال: لو كانوا يفقهون لنفروا مع رسول الله. لو كانوا يفقهون ما قالوا تلك المقالة، لكنهم والله لا يفقهون. وهذا ما قاله الله عز وجل في سورة الأنفال، قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله جل وعلا: فليضحكوا قليلا. هم سيضحكون عندما يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذرون إليه بأعذار واهية ثم يذهب، فيبقون بعده سيضحكون قليلا ويفرحون بما حصلوا وما استبقوا من مالهم وأنفسهم، لكنه قليل جدا. سيقابله ليس عذاب، ما قال فليضحكوا قليلا وليعذبوا كثيرا، جعل مقابل الضحك تماما ما يضاده وهو البكاء. سيكون مكان هذا الضحك بكاء، لكنه بكاء بسبب عذاب أليم يجدونه عند الله. قال: فليضحكوا قليلا
وليبكوا كثيرا أي في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يعني إن رجعت يا محمد مرة أخرى فوجدت من هؤلاء طائفة، قيل إن عددهم كانوا 12 رجلا وكان نفاقهم فاضحا، فاستأذنوك للخروج أي طلبوا أن يخرجوا معك واستأذنوك لذلك، فقل لن تخرجوا معي أبدا، أنتم قد حرم عليكم الخروج معي. وهذا فضيحة لهم وحرمان من خير عظيم، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، أنتم رضيتم بأن تقعدوا أول مرة فقعدوا مع الخالفين، أنا لا يمكن أن أرضى بكم أن تكونوا شركاء لي في حرب الأعداء. ثم إن هؤلاء المنافقين يا إخواني كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم بظاهر إسلامهم ولا يقول لأصحابه يعني فلان وفلان 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 منافق. لماذا؟ لأن هذا إن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصحابه من بعده والأمة من بعد رسول الله لن تستطيع الوصول إلى الأسماء فيما بعد، إذن فليس من مصلحة الأمة أن تعلم تلك الأسماء، لكن الله أعلمه بأسماء عدد من المنافقين لينكشف له أمرهم، ولذلك لم يخبرنا بهم وإنما أخبر أمين سره حذيفة ابن اليمان، ولما أخبره صارت الحجة على حذيفة، فكان حذيفة يعلم أنهم كفار وأنه لا يجوز أبدا أن يعاملوا بظاهر إسلامهم، ولذلك كان يتوقع أن يصلي عليهم، بخلاف الصحابة كانوا يصلون لأنهم ما يدرون ولا يفرقون ولا أعطوا علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين المنافق وغير المنافق، بل عوملوا بظاهر إسلامهم. وكان من فقه عمر أنه يترقب حذيفة، فإذا رآه ترك الصلاة على رجل ترك الصلاة عليه هو أيضا، لعلمه بأنه يعلم المنافقين بأعيانهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر بأعيانهم إليه وبلغهم أو بلغه إياهم. وكان من فقه عمر رضي الله تعالى عنه وشدة حذره، وهذه وصية لي ولكم أيها الأحبة، في أن لا يأمن الإنسان على نفسه النفاق، لأنهم قالوا ما أمن النفاق إلا منافق وما حذره إلا مؤمن، فالمؤمن يخاف دائما من النفاق ويخشى من الوقوع فيه، والذين يؤتون ما آتوا إيش وقلوبهم وجلة خائفة دائما، خائفة أن لا يتقبل منهم لريائهم، خائفة أن لا يتقبل منهم مثلا منتهم أو عدم شكرهم، أن لا يتقبل منهم بسبب ذنب من ذنوبهم، دائما عندهم وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. أما المنافق فهو آمن، يقع في الذنب فكأنما وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا فطار. أما المؤمن إذا وقع في ذنب فكأنما أضله جبل، فهو يخشى أن يقع عليه ذلك الجبل. قال ولن تقاتلوا معي عدوا، خلاص حكم عليهم بأنهم لا يشاركونه في حرب، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة كما قعدتم بأنفسكم أول مرة، فجزاء ذلك أن لا تصحبوني بعد ذلك. وهذا يا إخواني فيه الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يسارع إلى الخير في أول وهلة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. انظر ما هي العقوبة، قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فأعماهم عن الحق ولم يهدهم بسبب أنهم جحدوا الحق أول مرة. ولهذا يقول العلماء احذر
إذا جاءك الحق أن تنكره أو تدفعه، اقبله واحرص على أن تعمل به ولو لم تقوى نفسك، احرص، لأنه يخشى أن ترده فيقلب الله بصرك وفؤادك عن قبول الحق فتعمى وتضل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إيش؟ ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فليحذر المؤمن الخائف الوجل الذي يتقي الله عز وجل من أن يرد الحق. وأحيانا قد يصيب الإنسان شيء من هذا، يرد الحق لأنه جاء من فلان، أو يرد الحق لأن الذي جاء به أصغر منه أو من طلابه أو من فرقة أو طائفة ليست طائفة لها. متى جاءك الحق من أي كان اقبله واعمل به وتضعضع له، فإن الكبر كما قال العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بطر الحق أي رد الحق، وغمص الناس أو غمط الناس أي احتقارهم. قال: فاقعدوا مع الخالفين، أي اقعدوا مع النساء، واقعدوا مع المتخلفين، واقعدوا مع من رضوا بالقعود. وسماهم بالخالفين، ما قال اقعدوا مع من يتخلفون، لأنهم قد ثبت لهم هذا الوصف، فهم كثيرون، كثيروا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم سبيل النجاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور به قلوبنا، ونور به قبورنا، ونور به أيماننا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.